حرصاً من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ودعماً منه للنشاطات التدريبية لمكتب المنظمة في لبنان وتقوية لجهوزية وزارة الصحة العامة اللبنانية لمواجهة الكوارث والطوارئ خاصة الصحية منها، قدم المكتب الإقليمي الدعم المادي والتقني لإنشاء المركز التدريبي المختص في نيسان من العام 2014. هذا المركز الذي يستوعب حوالي 50 شخصاً يسمح بإقامة المحاضرات وورشات العمل وحتى المؤتمرات عبر الأنظمة السمعية والبصرية المجهز بها، كما سيساهم في تفعيل برنامج الصحة الإلكترونية e-health الذي يمكن الخبراء الدوليين من المشاركة في اجتماعات الخبراء المحليين وتقديم محاضرات كاملة وذلك عبر خدمة الإنترنت. كل هذه النشاطات يمكن تسجيلها وأرشفتها بالصوت والصورة ونسخها على أقراص مدمجة. يمكن متابعة الأحداث والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية مباشرة من خلال القنوات الفضائية على 7 شاشات مختلفة وفي وقت واحد. تم تجهيز وإعداد المركز التدريبي المختص بكل المتطلبات التقنية المتعلقة بالتدريب، خطوط هاتف أرضية وفضائية، أجهزة كمبيوتر وسيرفر تم ربطها بشبكة معلوماتية سلكية ولاسلكية، 6 شاشات 3D 60 إنش، شاشة عرض عملاقة 3×4 أمتار، لوحة بيضاء ذكية متفاعلة، وكل الملحقات اللازمة من طباعة مستندات وتصوير ومسح ضوئي. وقد تم توصيل القاعة بمصدرين للإنترنت بسرعات الـ HDSL أرضي وفضائي. في حالات التدريب يمكن ربط الكمبيوترات بشاشات التلفزة، مما يسهل على المجموعات متابعة التدريب بشكل مرن وأوضح. أما لحماية ولضمان استمرارية العمل وللوقاية من آثار انقطاع التيار الكهربائي، فتم تركيب جهازي نظام UPS. المركز التدريبي المختص لتدريب أكثر فاعلية.